أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز جعل الجوائز في مسابقات حفظ القرآن الكريم؟ نعم، مسابقات على حفظ القرآن الكريم لا بأس بها، لأنها من الجهاد في سبيل الله، مسائل العلمية الشرعية الفقهية، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، يجوز أخذ الجوائز عليها، لأن ذلك لاحق بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل.